لا إله إلا الله اصدقائي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف حالكم من المهم جدا ان نحافظ على الصلاه في المسجد وان نحرص على الوضوء في البيت قبل الخروج اليه فكل خطوتين نمشيهما الى المسجد يكتب الله لنا باحداهما حسنه ويمحو عنا بالاخرى سيئه وقد جئت اليوم لاحدثكم عن الاداب التي ينبغي ان نراعيها عند ذهابنا للمسجد والصلاه فيه فمن هذه الاداب ان نلبس ثيابا نظيفه قبل الذهاب الى المسجد ان نمشي في طريقنا الى المسجد بهدوء ووقار ان ندخل من باب المسجد بالقدم اليمنى ونقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك فاذا دخلنا المسجد لا نجلس حتى نصلي ركعتين تحيه للمسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ويجب علينا ان نحذر من المرور امام المصلين وان نحافظ على محتويات المسجد فلا نعبث بها فاذا اقيمت الصلاه وقفنا ثابتين في الصف خاشعين لله رب العالمين حتى تنتهي الصلاه لا نلعب ولا نضحك ولا نؤذي احدا من اصحابنا الذين يصلون معنا فإذا انتهت الصلاة وأردنا الخروج من المسجد فإننا نخرج بالقدم اليسرى ونقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، وبهذا نكون قد تعلمنا آداب المسجد، وبقي لنا أن نلتزم بها ونحرص عليها حتى ننال الأجر والثواب من الله تعالى تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته